معنا اللاعب أمير العكروت. نجم نقولوا رجوع أمير العكروت للملاعب مع الملعب التونسي وأول هدف. والله الحمد لله الواحد يزور الملعب التونسي رجوع إلى الديار. ثاني حاجة الواحد عندي ثلاثة ماتشات ولا ربع ماتش على البنك وناقص فيزيكمون حتى عاد يخدم. وزيد هذه اختيارات مدرب كما يقولوها معناتها باش يلعبني ولا ما يلعبنيش. اليوم يظهر لي هبط 20 دقيقة عاونت صحابي باللي نقدر. الحمد لله انصفت الكرة باش سجلت. لازمتنا برشا خدمة ناقصين ترافاي سبيسيفيك قدام الكاش. إن شاء الله الجمعة هذه معناتها نخدموا بزايد وخدمنا الممرن خدمنا بزايد وإن شاء الله معناتها الماتش الجاي كونتر حمام شوسة ما عندنا حتى خيار يا نربحوا يا واحد من الناس أنا واحد من الناس نسك ولا واحد معناتها واحد يظهر لي رجع الملعب التونسي من الباب الكبير ويظهر لي جمعيتي ملعب التونسي ماني جاي باش نتفرج لهنا جاي باش نخدم على روحي وجاي باش نعاون صحابي للماكسيموم وسيرتو جروب صغير الواحد يوم كادري لي جون كيما قلت لك الجروب تبارك الله عندنا دي كاليتي مالا لازمنا ياسر خدمه سير البلومونتال ان شاء الله معناتها نكونوا يد واحده ونقربوا ازيد لبعضنا وان شاء الله نحبوا لبعضنا نحبوا بعضنا باش تنجم لي ريزيلتا تبع بعضها وكل شيء مع بعض. حسين امير العكروت كيما قال الهدف حب يوصل ميساج ولا يعني فرحه ماهيش نتاع والله يبا ميساج خاطر ممكن كيما نقول ما نجمش نقول لك انا ما تغشش على المدرب ولا حاجه حبيت نوصل مساج نحب نلعب كل ماتش مانيش كل اللي ما نحبش نلعب خاطر مانيش جاي فرارجي كما يقولوا وسيرتو بو صغار ساعات نحس معناتها كيما يلعبوش يتغشوا نقول لهم ديما نقول لهم نورمال راه ممكن تعب الدرجين ولا حاجه تسكتوا المدرب ومعناتها وما عندك ما عنده حتى ما عنده حتى شيء باش ما يقول فهمت واحسن اكزامبل يظهر لي اليوم انا كهبط كنت متغش شويه بو هبطت الحمد لله مركيت فهمت هذا ميساج للليجان الكل نقول لهم يخدموا على رواحهم وراو حتى كي تتغش ما لازمكش تغش خاطر التيران هو اللي يخلي لك قدرك عالي ولا هو اللي يطيح لك قدرك ان شاء الله نجموا نشوفوا اهداف اخرى لامير العكروت كما كان في السابق مع ملعب التونسي قدره ربي معناتها الواحد يظهر لي مانيش فوق 30 ولا حاجه يظهر لي عمري 28 سنه معناتها ما زلت صغير ما زلت نعطي بون الاكسيدون اللي صارت لي غراف وسيرتو معناتها في النادي الافريقي ما لقيتش لونكادرمون يظهر لي هذه جمعيتي ما عندي حتى شوا يظهر لي جيت للملعب التونسي من الباب الكبير ونحب انا اذا كي نكمل كارييري نكمله ونخرج من الباب الكبير يظهر نشكرك كمان عايش